المباراة اليوم أقل من المستوى، يعني أقل من المتوسط حقيقة. الفريق إنه قدم أداء جيد، لكن إحنا مباراة خارج ملعبنا نقطة أعتقد جيدة بالنسبة لنا، كنا نطمح للفوز. لكن المباراة ما ارتقت للمستوى الجيد، أغلب الفريقين اعتمدوا على الكرات الطويلة والوقت ضاع كثير. نتمنى نصحح أخطائنا في المباراة القادمة، وحقيقة أنا أشكر اللاعبين على الأداء الرجولي اللي صار خصوصا بعد الطرد، وقدرنا أن نحافظ على شباكنا نظيفة وقدرنا نلعب أعتقد فترة جيدة بعد الطرد. ما خلينا الفريق المنافس أنه يستحوذ على الكرة بصورة كبيرة. نتمنى إن شاء الله نصحح أخطائنا في المباراة القادمة، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. أنت تعرف التوقف الدوري كان صالحنا، قدرنا نعيد أوراقنا ونصالح جماهيرنا الحمد لله والشكر، قدرنا ناخذ نقطة رغم النقص العددي، يعني تقريبا من وقت صار الشوط الثاني الحمد لله والشكر قدرنا ناخذ نقطة من خارج أرضنا ونعوض داخل أرضنا وراضي جماهيرنا، وإن شاء الله عازمين إحنا نقدم مستوى باسم فريق زاخو لنمتلك قاعدة جماهيرية، إن شاء الله نرضي الجماهير وتوفيق للجميع إن شاء الله. المباراة كانت ممتازة الحمد لله، طلعنا بنقطة ثمينة، كنا جايين على 3 نقاط، لكن الظروف والطرد ممكن حكم اللعبة. الحمد لله أدينا واجبنا، وإن شاء الله نعوض بالمباريات الجاية. إحنا أهم شيء جاي نرضي، نريد نرضي جمهورنا. إن شاء الله المباريات القادمة نعود جمهورنا بالأفضل.